حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان اخبرني ابن شهاب عن عروه ان عائشه قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاه نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم قال ولا صلي يومئذ الا بالمدينه وكانوا يصلون فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول